واجعل غيرهم من بعده مدرارا واجعل له في الجنة مستقرا وقرارا بصحبة نبينا المصطفى وآل بيت الأطهار. إخوة الإيمان في شهر رضا الرحمن في شهر شعبان تجليات ونفحات وبركات، فيه ولد الإمام الحسين بن علي، وفيه نزلت براءة أم المؤمنين السيدة عائشة زوج رسول الله من فوق سبع سماوات، وفيه حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إرضاء لقلب المصطفى سيد الأنام، وفيه ليلة النصف من شعبان ترفع فيها الأعمال إلى الواحد الديان. وإذا مع النفحات الربانية والبركات الإلهية تبرأ روح راحلنا الكريم حاج جمال أبو سبرة إلى ربها في يوم كريم في شهر كريم، والتقينا للتكريم على مائدة القرآن الكريم في ليلة كريمة هي ليلة الجمعة، إذ وصى الحبيب النبي بكثرة الصلاة والتسليم عليه فيها. نلتقي لنشارك الأسرة الكريمة عائلات أبو سبرة والشرقاوي، مشاركين الحاج صلاح أبو سبرة والمعلم عوض أبو سبرة والوالد المنور الكريم الحاج مختار أبو سبرة عميد العائلة. على مائدة القرآن الكريم نلتقي بحضور السادة العمد والنواب وأهل الواجب من كل مكان. نبدأ جمعنا هذا بإذن الله تعالى باستماعنا لآيات الله البينات، إذ قارئين جليلين كريمين فضيلة القارئ الطاهر وصاحب الصوت الزاخر شيخنا محمود محمد صابر علم مصر والعالم الإسلامي وصاحب الأداء الباهر، وأيضا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح يونس سعد كروان قراء الجمهورية والمحبوب والمرغوب والمرغوب والمرغوب. نبدأ بإذن الله تعالى باستماعنا لشيخنا محمود محمد صابر يتفضل مشكورا.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العظيم. صدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه والذين يؤمنون يا ربي
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير بما كنتم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق صدق الله العظيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة
وتركتم ما خولناكم وراء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق صدق الله العظيم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله
ذلكم الله والشمس والقمر حسبانا والشمس والقمر حسبانا تقدير العظيم Oh!
صدق الله العظيم. والشمس والقمر حسبانا والشمس قد فصلنا قد فصلنا Oh,
قد فصلنا أخرجنا من قرى نخرج منها متعاقبا ومن النخل من طلعها
صدق الله العظيم. ومن النخل من طلعها حنوان دانية وجنات من وجنات من عناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ومن النخل من طلعها حنوان دانية وجنات من أعناب
وجنات من عذاب وزيتون ورمان مشتبها وغير مجال. مشتبها وغير ومكية سورة الأنعام آياتها 165 آية بالتمام. نزلت يزفها 70 ألفا من الملائكة الكرام، ومن عظمها بركة الأصوات ناقة المصطفى سيد الأنبياء، وذاك لعظمها بها من أنباء. أيها الإخوة الكرام، استمعنا بأنصار وأصغار لقارئ من الأجلاء حكيم الوقف والابتداء وجميل المخارج والحروف والإيجاد فضيلة الشيخ محمود محمد الصابر كروان قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. في ليلة التكريم لبطل الأبطال والتاجر ومن خيرة الرجال، فلنعم الرجال راحلين الحاج جمال من عائلات أبو سمرة أصحاب كريم الحصان مشاركين الحاج صلاح أبو سمرة والمعلم عوض أبو سمرة والوالد المنور كبير تجار أسواق الجمهورية وعبيد عائلات أبو سمرة الوالد الحاج مختار أبو سمرة.
اشكر لمصورنا ناصر صلاح واشكر مصور الليله حماده شكري ابو حسين الساده الضيوف الكرام السيده النائبه عبد اللطيف شحات السيده النائبه الدكتوره مروه هاشم السيد النائب الحاج عمرو التمشي عمده العمد الحاج احمد السيسي والحاج فيصل الغطواني كما اشكر ايضا السيد المستشار احمد بيك ايام والحاج عطيه ابو كبار رجال السوق والى اولاد الحاج دون الصباح والسيد العظم الحاج عبد الله الدردني وكل من شرف من الساده التجار ورعاه الثروه والحيوانيه الحاج محمد ابو عور قال نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمع اذا باع ولد اشترى ولد اقتضى وقال صلى الله عليه وسلم انا والتاجر الصدوق تزاحم كتفاي كتفاه على باع واني لارى من كل اسواق الجمهوريه مصر العربيه رعاة الثروة الحيوانية والسيادة التجار الخيار اشكر لهم جميعا باسم والدنا الحاج مختار ابو سمرة وباسم الاسرة الكريمة شكر الله سعيكم ادعوه الا يريكم مكروها في عزيز ابدا.